من أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الجلسة 15 من سلسلة جلسات المنتدى الفكري تحت عنوان آليات زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية نحو مستقبل أفضل للتصنيع الزراعي. وأكد مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أسامة الجهري أكد اهتمام الدولة بالنهوض بأوضاع قطاع الصناعات الغذائية وتذليل كافة العقبات التي تواجهه في سبيل زيادة حجم النمو والإنتاج، مشيرا إلى أهمية ذلك القطاع بالنسبة لإكمال سلاسل القيمة المضافة للإنتاج الزراعي. أكدت مصر وجنوب السودان الاستمرار في تعزيز أواصر التعاون والتكامل ما بين البلدين واستمرار الزيارات المتبادلة على مستوى الوزراء والفنيين، وذلك لمتابعة كافة أوجه التعاون ما بين البلدين الشقيقين. جاء ذلك خلال فعاليات اللجنة الفنية المشتركة ما بين مصر وجنوب السودان والمنعقدة بالقاهرة بحضور أعضاء اللجنة الفنية المشتركة من الجانبين. ترأس وزير البترول طارق الملا المائدة المستديرة التي نظمها منتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة بمشاركة ممثلي شركات البترول والطاقة العالمية العاملة بمنطقة شرق المتوسط. وناقشت المائدة تنفيذ مخرجات ورشة العمل الموسعة التي عقدها المنتدى، وذلك للوقوف على سبل تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا للإسراع بإزالة الكربون في منطقة الشرق المتوسط، وأيضا دعم نشر واستخدام تكنولوجيا إزالة الكربون والاستثمار فيها. وإلى أسواق البترول العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات للجلسة الرابعة على التوالي، إذ أثار ضعف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة مزيدا من المخاوف حيال شح المعروض الذي تسبب فيه تمديد تخفيضات الانتاج من السعودية وأيضا روسيا. ارتفعت العقود الأجلة لخام القياس العالمية برنت بنسبة بلغت 0.88% ليصل إلى 95.26 دولار للبرميل، فيما ارتفعت أيضا العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 1.31% مسجلة 92.68 دولار للبرميل. هذا وأيضا ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 1.73% مسجلة 3.28 دولار للتر، فيما صعدت أسعار الغاز الطبيعية بنسبة بلغت 2.38% مسجلة 2.79 دولار، وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن سعر الفائدة، وارتفع المؤشر السعودي بنسبة بلغت 0.3% منهيا جلستين من الخسائر، كما زاد مؤشر دبي بنسبة بلغت 0.7% في حين صعد مؤشر أبوظبي بنسبة بلغت 0.1%. أفادت وسائل إعلام أمريكية بتجاوز الدين العام الأمريكي 33 تريليون دولار، وذلك لأول مرة في ظل معركة على الإنفاق الفيدرالي. ورصدت وزارة الخزانة الأمريكية هذا الرقم في تقريرها اليومية، كما يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة احتمالات إغلاق حكومي هذا الشهر في حال لم يستطع الكونغرس تمرير قوانين المخصصات أو الموافقة على مد قصير الأجل للتمويل الفيدرالي بالمستويات الحالية.
أظهرت بنات أن الإقراض السيادي الصيني لإفريقيا تراجع لأقل من مليار دولار العام الماضي، مسجلا أدنى مستوى له في نحو عقدين. يأتي انخفاض الإقراض الذي أظهرته البيانات الصادرة عن مبادرة الصين العالمية بجامعة بوستون في وقت تعاني فيه العديد من الدول الإفريقية من أزمات ديون، فيما يواجه اقتصاد الصين ظروفا متزايدة غير مواتية. وتقدر قاعدة بيانات القروض الصينية لإفريقيا بجامعة بوستون أن جهات الإقراض الصينية قدمت 170 مليار دولار لإفريقيا في الفترة ما بين 2000 إلى 2022. هذه الوقفة الاقتصادية مشاهدينا، عودة مجددا إلى هبة ومحمد فاليكم. شكرا لك رجاء.